بكل تأكيد مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة 18 لقادة مجموعة العشرين لها أهمية كبيرة جدا، أهمية الحضور المصري لاجتماعات التكتلات الاقتصادية الكبرى باعتبارها طبعا خطوة قوية لجذب استثمارات جديدة، وكمان بيفتح الباب لشركات مهمة أنها تعزز النمو الاقتصادي لمصر وأفريقيا بشكل عام. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن طبعا القمة مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو دكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة. صباح الخير عليكي واهلا بك يا فندم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح رحب في خلال كلماته طبعا بانضمام الاتحاد الافريقي لقمه العشرين كعضو دائم في القمه، بنشوف ازاي اهميه يمكن مشاركه الرئيس السيسي في هذه القمه. طبعا هي المشاركه في قمه زي كده بتجمع اكبر اقتصادات في العالم، يعني القمه بتاعت الدول العشرين بتنتج حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي حوالين العالم، بتصدر حوالي 75% من التجارة العالمية، فمشاركة مصر في مثل هذه القمة بيقول إن بيفتح فرص استثمار كبيرة، يعني بيقول إن مصر ليها موجودة. علاقات موجودة في وسط هذه الدول. بالضبط بالضبط. طيب ده عظيم جدا، مصر لديها تجربة كبيرة في الإصلاح الاقتصادي، إزاي من الممكن أن تستفيد من الحضور زي ما حضرتك ذكرتي، وأيضا على الجانب الآخر تفيد بعض الدول بتجربتها في الإصلاح الاقتصادي؟ هو يمكن الهدف الرئيسي أو الأهمية الرئيسية من اشتراك مصر في مثل هذه المبادرة هو الهدف بتاع الإصلاح، إن أنا الإصلاح الاقتصادي كله كان بيهدف لتهيئة مناخ استثمار أفضل، فوجود مصر في قمة زي كده، الشراكات الثنائية أو الاتفاقات الثنائية اللي بتتعامل مع الدول المختلفة في قمة زي قمم العشرين، هو ده الهدف الرئيسي من وجود مصر في هذه القمم المختلفة، يعني هو جذب المزيد من استثمارات، عرض التجربة المصرية زي ما حضرتك قلت بتاعت الإصلاح الاقتصادي، بتقول إن مصر الاقتصاد بتاعها اتغير، بقت فرص الاستثمار فيها أفضل بكتير من الأول. طيب احنا بنتكلم إن مجموعة العشرين هي التكتل الاقتصادي الأقوى عالميا، خليني أسأل حضرتك إزاي أفريقيا ممكن إنها تستفيد من هذا التكتل؟ مهم جدا وجود الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، في نفس الوقت استفادة يعني الاتحاد الأفريقي هتكون إيه من هذا التكتل الاقتصادي القوي؟ طبعا هو وجود أفريقيا في التكتل بتاع الجي 20 أو الدول العشرين الكبار، يعني ده بدأ من 2017 من المبادرة اللي عملتها هذه الدول للشراكة مع أفريقيا أو للتعاون مع أفريقيا، فوجود أفريقيا النهاردة يترجم ده بعد كده أو يتطور ده بعد كده، لأن أفريقيا تعتبر عضو دائم في هذه المبادرة، ده بيدي مساحة للصوت الأفريقي في مثل هذه الاتفاقات، إن أفريقيا مش بس تبقى موجودة في القمم الرئاسية اللي هي النهائية، لا تبقى موجودة في التحضيرات الأولى في القمم، المشاركة في القرار الاقتصادي لهذه القمة، فده الفرص المتاحة لأفريقيا من كونها عضو دائم في القمة العشرين يعني. تمام، هذه المجموعة منذ أن تشكلت في عام 99 وكان هدفها في الأول اقتصادي بحت، تشكلت عقب الأزمة المالية الأسيوية وكانت مقتصرة فقط على وزراء مالية الدول المشاركة في هذه القمة ورؤساء البنوك المركزية التابعة أيضا لهذه الدول، ومن ثم تحولت إلى المستوى الرئاسي منذ عام 2007 وهي تعقد باستمرار على مدار 18 دورة زي ما احنا اتكلمنا في البداية. طيب السبب في تحولها من قمة اقتصادية بحتة إلى رفع مستواها إلى المستوى الرئاسي، وهل ده هيكون ليه انعكاساته على الوضع الاقتصادي، بما أن طبعا السياسة والاقتصاد عملة واحدة وفي بعض الصلاحيات بتكون في إيد رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أقوى بكثير من الموجودة عند وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي وخلافه؟ هو زي ما حضرتك بتقول هي بدأت بعد الأزمة المالية العالمية، الأزمة المالية الآسيوية اللي هي كانت في 2008 العالمية، فكان الهدف بتاعها اقتصادي، لأن كانت الداعي في هذه الفترة كان داعي اقتصادي، فكان وجود إزاي الدول هتقدر تخرج من هذه الأزمة وإزاي الدول هتقدر تتعامل مع هذه الأزمة. بعد كده بنقول إن في تغيرات عالمية مختلفة، تغيرات سياسية، تغيرات اقتصادية، يعني خلت مستوى التعاون ما بين هذه الدول يجب أن يتخطى المرحلة الاقتصادية ويصبح زي ما حضرتك بتقول سياسي. يمكن أزمة كوفيد 19 اللي حصلت، الأزمات اللي اتقالتها دي بتخلي في مجال للتعاون ما بين الدول أكتر من مجال اقتصادي. وكل سنة بيبقى في اللي هي الأعضاء الضيوف، بقالنا كذا سنة كان الاتحاد الأفريقي قبل كده موجود، مصر كانت موجودة قبل كده كضيف، النهاردة الاتحاد الأفريقي انتقل إلى عضو دائم، فده بنقول إن التطور بتاع قمة 20 هي مش جامدة عند مستوى واحد اللي هو بس اقتصاد بس وبس الدول الأعضاء فيها، لا هو احنا بنغطي كل القضايا العالمية اللي بتلح على هذه الدول أو بتصيب هذه الدول. طب احنا النهاردة بنتكلم عن أزمات كثيرة جدا، احنا مش بس بنتكلم عن أزمة اقتصادية، احنا عندنا أزمة غذاء، عندنا أزمة مناخ، عندنا أزمات كثيرة جدا، الحرائق اللي بتحصل في الغابات
الانتخابات، الزلازل اللي بقينا نشوفها مؤخرا، كل هذه الأزمات الكبرى يعني خلت في تفاقم، خليني أقول في الفقر، في المجاعات العالمية. النهاردة التعاون ده ما بين الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى، إزاي ممكن الدول النامية تستفيد منه اقتصاديا بشكل خاص؟ يمكن الكلمة بتاعت الرئيس السيسي البارح في الكلام ركز فيها على قضية الغذاء، ركز فيها على قضية الطاقة، اتكلم فيها على تأثير الأزمات المالية العالمية الأخيرة على تدفقات السلع الغذائية، على تدفقات الحبوب. الحل هي التعاون مع هذه الدول في تنظيم تدفقات السلع الغذائية. كان العرض اللي هو الرئيس السيسي عمله اللي هو بتاع ان احنا يبقى مصر مركز لتخزين الحبوب العالمية، يعني تدفقات السلع العالمية من الحبوب ومن الأسلال الغذائية تيجي على مصر، فيبقى في اكثر تنظيما لهذه التدفقات، ما تتأثرش اكثر بالأزمات العالمية. فدي من القضايا اللي اتطرحت في القمة الحالية. يعني عظيم الاقتصاد القارة الأفريقية معروف انه بيعاني وبيعاني منذ سنوات. لو هنتكلم قديما استعمار وبعد الاستعمار مروا بمراحل صعبة جدا حتى وصلنا إلى كوفيد، وبعد كوفيد والضعف في سلاسل الإمداد ونقص سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية، كل ده بيصب في النهاية أو بيؤثر في النهاية على القارة الأفريقية. وجود القارة الأفريقية كعضو في هذا أو في هذه المجموعة ازاي ممكن ينعكس على اقتصاد هذه القاره؟ وفي نفس الوقت احنا عندنا الكبرى الاقتصاد بتعاني هي الاخرى ايضا، وعندها نمو اقل حتى من العام الماضي طبعا، بما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي من كام يوم بيقول انه معظم دول مجموعه العشرين بتعاني هي الاخرى من بطء في النمو الاقتصادي مقارنة بعام 2022. تمام، هو زي ما حضرتك بتقول ان كل الاقتصادات، الاقتصاد العالم كله تعانى من التباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، سواء الدول المتقدمة او الدول النامية ومنها طبعا افريقيا. لكن خلينا نقول ان وجود افريقيا في هذا التجمع هو مش بس فايده لافريقيا قد ما هو فايده برضه لدول ثانيه، لان افريقيا هي مصدر لمواد خام، افريقيا هي سوق كبيره لتصريف السلع. يعني احنا لو اتكلمنا عن الصين اللي هي اكبر اقتصاد او من الاقتصادات الكبرى في قمه العشرين، افريقيا بالنسبه لها هي مورد للسلع الاساسيه او المواد الخام، وفي نفس الوقت هي سوق لتصريف منتجاتها، هي فرص، بتطرح فرص استثمار للدول اللي موجوده في قمه العشرين. فوجود افريقيا في هذه التجمع هو مش بس فايده للدول الافريقيه ان هي تعرض مشكلاتها، ان هي تقدر تطور اقتصادها، هو وجودها هي فرصه للتعاون ما بين الدول، ان انا بطرح فرص استثمار، فده انا هستفيد منها كدول افريقيه، هتستفيد من فرص الاستثمار ان هي هتعمل فرص عمل وهتعمل نمو اقتصادي، وفي نفس الوقت الدول دي هتقدر ان هي تلاقي منفذ لاستثماراتها في القاره. خلينا منحازين شويه للقاره الافريقيه، يعني ده اللي يهمنا، المكاسب اللي هتعود على القاره الافريقيه من فرص الاستثمار طبعا، اللي هي الاستثمار الخارجي فيها. وفرص الاستثمار دي مش بس مجرد ان هي بتبقى موجوده، لا، هي بترفع معدلات النمو الاقتصادي، بترفع معدلات التشغيل، فبتحل مشكله البطاله، بتحل مشكله الفقر، لان انا بولد دخل اكبر في الدول الافريقيه. يمكن مصر في القمه الحاليه والقمه اللي فاتت اللي هي كانت 2017 او 2018 لما مصر كانت موجوده فيها، كان حصل تعاون، اتفاقيات تعاون ثنائي واتفاقيات استثمار مع المانيا. فدي بتبقى وجود الدول الناميه في مثل هذه القمم، ده بيديها فرصه ان انا بعرض ما لدي من فرص. يعني خليني اخد بقى من حضرتك في الحته دي، وحضرتك استاذ اقتصاد، يعني التعاون الامثل بين مصر والدول يعني المشاركه في القمه، ايه يعني الاستثمارات او خليني اقول الأرباح الاقتصادية اللي ممكن تعود على مصر من خلال مشاركتها في هذه القمة في وجهة نظرك؟ يمكن الفائدة الرئيسية أو الثمرة الرئيسية من تجمع من هذه التجمعات ووجود مصر في هذه التجمعات هي جذب الاستثمارات، جذب الاستثمارات من الدول المختلفة، الدول الأجنبية المختلفة، لأن احنا في مصر هنا عندنا تظل عندنا مشكلة تمويل، والتمويل ده حلها مش بس مجرد قروض، لا، احنا بس التمويل دي ممكن سدادها من خلال استثمارات أجنبية. عندنا في مصر عدد سكان، يمكن احنا الزيادة السكانية، وكان مؤتمر السكان من كام يوم، فعندنا عايزين استثمارات عشان تقدر تولد فرص عمل فنقدر نوظف ناس. فالحقيقة ان وجود مصر في هذه التجمعات واشتراكها في وجود بقى تداولات للأزمات الحالية أو للقضايا الحالية، اتفاقيات ثنائية مع الدول الموجودة، يمكن قمة العشرين بيكون فيها كمان منظمات دولية زي صندوق النقد، زي البنك الدولي، زي OECD أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فوجود هذه التجمعات ده بيدي فرصة للفايدة الاقتصادية المصرية. عظيم. إذن في ظل هذه التكتلات الاقتصادية الكبرى بكل تأكيد ده هيكون انعكاساته على مصر وعلى القارة الأفريقية بشكل عام. القارة الأفريقية زي ما كنا بنتكلم من شوية دائما ما تعاني، وعندنا مشكلة الديون
وأزمة إسقاط الديون اللي دائما بنتحدث عنها. ويمكن كان الرئيس فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية تحدث عن بعض الدول سيسقط الديون عليها ويقوم بإيصال الحبوب لها حتى بدون تكلفة نقل أو إلى ذلك. ما تحتاج القارة الأفريقية؟ هل تحتاج إلى منح تسدد عبر فترات زمنية متباعدة؟ هل تحتاج إلى استثمارات فعلية على الأرض؟ وفي نفس الوقت المستثمر ينظر إلى القارة الأفريقية بأنها غنية بالموارد لكنها تفتقد وتفتقر إلى البنية التحتية، ودي قد تكون مشكلة بالنسبة للمستثمر وعائق لوجود مستثمرين في القارة الأفريقية. الإشكالية دي ممكن نحلها إزاي؟ هي الحقيقة فرصة في الجي 20 الاجتماعات بتاعتها، لأن الجي 20 موجود فيها الصين اللي هي عاملة حاليا في أفريقيا مشروع الحزام والطريق أو مشروع طريق الحرير، فده عاملة كمية مشروعات بنية تحتية في أفريقيا وفي شرق أفريقيا وفي غربها، والحقيقة في كل معظم الدول الأفريقية مشاركة فيها. فالحقيقة هي مشروعات البنية التحتية بتتطور حاليا، فجذب استثمارات، الاستثمارات اللي بتتكلم فيها القارة الأفريقية حاليا أو اللي بتجذبها في مثل هذه التجمعات هي استثمارات، جزء كبير منها هي استثمارات بنية تحتية، استثمارات في الطاقة، استثمارات في الكهرباء، استثمارات في الموانئ، في اللوجستيات. فالحقيقة هو في مشكلة بنية تحتية، لكن هي هذه الاستثمارات ممكن ان هي تساعد في حل هذه البنية التحتية. تمام، لكن منح لا، يعني الفكرة الاستثمارات هي الافضل بالضبط، لان الدول الافريقيه بتاخد منح بقى لها قد ايه، يعني هنفضل بتاخد منح لسداد منح، في منح للسداد الفوري لكن لازم يبقى فيه استثمارات. طيب يعني خليني ارجع تاني للنقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها وهي ازمه الغذاء، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن ازمه الغذاء امبارح وقال ان مصر مستعده لاستضافه مركز عالمي لتخزين الحبوب. خليني اسالك ايه اللوجستيات اللي يمكن مصر بتمتلكها علشان تكون مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب؟ هي اوريدي كان في ضمن البرنامج الاصلاح الاقتصادي كان في اللي هو بناء الصوامع لتخزين القمح، فالحقيقه مصر بقى لها فتره بدأ في بناء البنيه التحتيه لمثل هذه المشروعات، لان بتستهدف حتى لو كانت مش لمصر بس، مش الكميه لمصر بس، لكن هي تكون زي ما حضرتك قلتي كده مخزن لمصر ولافريقيا برضه، فهي عندها البنيه التحتيه المناسبه. هنروح لفاصل ومن بعده هنرجع نكمل كلامنا طبعا مع الدكتوره سمر البجوري استاذ الاقتصاد بكليه الدراسات الافريقيه العليا بجامعه القاهره. فاصل سريع ومن بعده نرجع. أهلا بحضرتكم مرة تانية ولسه مكملين متابعة فعاليات وتحليل يمكن القمة الـ 18 لمجموعة الـ 20، ومعانا منورانا في الاستوديو دكتورة سمر البجوري أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك مرة تانية. يمكن يا دكتور الأجندة السنة دي بتركز على يعني خليني أقول القضايا والملفات الأكثر إلحاحا اللي بيواجهها العالم كله في الوقت الحالي، وبما تشمل فيها من تحديات عالمية كبرى، تكلمنا عن يمكن أزمة المناخ وأزمة الغذاء، التنمية الخضراء، الحفاظ على البيئة. خليني أقول كمان أنه في أهداف أخرى وهي التحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، مكافحة الفقر أيضا من ضمن أولويات الأجندة لهذا العام. في وجهة نظرك هل ممكن الاستفادة من التكتلات الاقتصادية الكبرى الموجودة في القمة أو قمة الـ 20 السنة دي لمكافحة الفقر خليني أقول، ويعني مساعدة الدول النامية على تخطي هذه التحديات؟ بصي خلينا نمسك قضيه كده بنتكلم فيها زي ما حضرتك قلتي، في بدايه في التغير المناخي، بدايه من التنميه الاقتصاديه، وحتى خلينا نتكلم مثلا عن التحول التكنولوجي او البنيه التحتيه الرقميه. بالظبط، بالنسبه للبنيه التحتيه الرقميه او البنيه التحتيه والنقل التكنولوجيا، ده هنقول في حاجتين في البدايه، ان كان في كتير عوائق لنقل التكنولوجيا للدول الناميه ومنها طبعا الدول الافريقيه، وكان في كتير معوقات لنقل التكنولوجيا، وان ده هي حكر على الدول المصدره لهذه التكنولوجيا او المصدره لهذه التكنولوجيا. لكن الحقيقه في الفتره الاخيره لقينا في مشروعات زي طريق الحرير الرقمي. طريق الحرير الرقمي ده كان فكرته ان هي تعزيز البنيه الرقميه في الدول الافريقيه، لقينا مشاركه من الدول اللي هي احد الدول اللي موجوده في تكتل 20 او دول 20 اللي هي الصين، وليها مشروعات اللي هي مد بقى الكابلات الالياف الضوئيه في افريقيا، البنيه الرقميه الخاصه بشبكات الموبايل، البنيه الرقميه الخاصه بي حتى بالمعاملات الماليه اللي موجوده في الدول الافريقيه، تعزيز التجاره الالكترونيه. فالحقيقه ان الموجود هذه افريقيا في وسط هذه الدول هو بيدي فرص اكتر لتعزيز التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا في الدول الافريقيه وفي الدول الناميه، ومنها طبعا مصر كاحد الدول الافريقيه. يعني بالنسبه للتغير المناخي،
بقالنا فترة في كل قمم المناخ وحتى القمة بتاعت مصر الأخيرة كان القضية الرئيسية هي التعاون ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في قضية المناخ، وإن قضية المناخ وإن كانت مش مسؤولية الدول النامية لكن هي الآثار بتاعتها أو المخاطر بتاعتها بتعاني منها بصورة كبيرة جدا الدول النامية والدول الأفريقية منها. التعاون ما بين الدول النامية والدول المتقدمة بيجي في تمويل المشروعات اللي ليها علاقة بالحد من أثار التغير المناخي والتكيف مع المناخ، فبنلاقي إن دور الدول المتقدمة في هذه الحالة ودول العشرين ودول التكتلات الاقتصادية الأكثر تقدما هي التعاون مع أفريقيا في مجال مثلا مشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات الهيدروجين الأخضر اللي موجود في مصر، ومصر يمكن كانت الكلمة بتاعت الرئيس كان يتكلم فيها على مشروع الهيدروجين الأخضر في أفريقيا في مصر، المشروعات اللي ليها علاقة بالحد من نظم بقى الإنذار المبكر اللي بيتبنى الاتحاد الافريقي واللي هو بيحتاج منها بتحتاج تمويل من الدول المتقدمه. كل المشروعات دي موجوده برضو في اجنده افريقيا 2063 اللي هي التعاون مع المناخ، البنيه التحتيه او التطوير الرقمي. القضيه اللي ليها علاقه بالتنميه والحد من الفقر هي مش بس قضيه تمويل بقى في شكل منح ومساعدات وقروض، لا هي فكره اللي بنعرض استراتيجية جديدة لتنمية الدول الأفريقية ما بتعتمدش على منح وقروض قد ما هي بتعتمد على إن إزاي الدول الأفريقية تقدر تبني الاقتصاد بتاعها من خلال بقى استثمارات من خلال استثمارات أجنبية، لكن هي في النهاية بتطور البنية التحتية الاقتصادية اللي موجودة في هذه الدول، بتساعد على تطوير أو يعني توليد فرص دخل أكثر أو فرص توظيف أكثر، فبنالي إن هي بتحل المشاكل اللي موجودة في القارة الأفريقية مش بمسكنات أو بحلول قصيرة الأجل، لكن هي إحنا بنحل المشكلات الهيكلية اللي موجودة في الدول الأفريقية من خلال هذه المبادرة. عظيم، مصر ليها مبادرات كتيرة جدا في مواجهة التغيرات المناخية، وعايزين نروح للموضوع المتعلق بها هو الاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة اقتصادية لقناة السويس، منطقة واعدة فيها الكثير من الاستثمارات تحديدا في هذا الخصوص، وتم عقد الكثير من الاتفاقيات ومع الجانب الهندي أيضا هناك اتفاقيات عديدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. مصر سباقة زي ما حضرتك ذكرتي إن سيادة الرئيس تتكلم عن هذه النقطة ودي حاجة غاية في الأهمية، إزاي مصر من الممكن أن تجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتفيد بعض الدول بتجربتها اللي هنقول اللي احنا لسه في بداية هذه التجربة لكن الحمد لله قطع نشوط كبير فيها. هي مصر زي ما حضرتك بتقول هي في بداية التجربة في بداية انتاج بس فيما يتعلق بمشروع الهيدروجين الاخضر، لكن مصر ليها تجارب في الطاقة المتجددة في طاقة الرياح، يمكن عندنا المشروع بتاع أسوان اللي هو أكبر محطة طاقة شمسية، فالحقيقة هي مصر عندها تجارب كتير في القصة بتاعت التغير المناخي والطاقة المتجددة تقدر إن هي تنقلها لدول أفريقية وده موجود بالفعل، يعني مصر عن طريق بقى التبادل الخبرات عن طريق يمكن مش عن طريق الأموال أو التمويل يعني لكن عن طريق الشركات المصرية اللي موجودة في الدول الأفريقية اللي بتساعدها على بناء مشروعات، ده موجود فعلا ومصر ليها دور في هذه القضية. اقتصاد الهند بيعتبر هو السادس أضخم اقتصاد في العالم، بنشوف علاقات ثنائية مميزة ما بين مصر والهند بتتميز إن هي فيها تعاون خليني أقول وثيق وكبير، إيه الانعكاس أو إيه انعكاس ده على الشركات الاقتصادية والسياسية المصرية مع الهند؟ وجود قمة زي كده ودعوة مصر ليها من خلال الهند إن هي دعت مصر ده بيؤكد على زي ما حضرتك بتقولي كده على إن العلاقات الوطيدة ما بين الهند ومصر، هند اقتصاد كبير ويمكن ليها تجربة رائدة في مجال البنية الرقمية وفي مجال التكنولوجيا في مجال الصناعات، فتقدر إن هي تنقل هذه التجربة إلى مصر وتقدر من خلال الاستثمارات الهندية اللي هي بدأت تبقى موجودة بشكل يعني مؤثر في القارة الأفريقية يبقى ليها دور كبير في مصر وفي أفريقيا. طيب دكتور يمكن مصر في الفترة اللي فاتت يعني تم إنشاء العديد من المشروعات التنموية خليني أقول، ولو اتكلمنا عن المشروعات الصناعية ففي 17 مدينة صناعية جديدة تم إنشاء فيها 5060 مصنع تقريبا، خلى مصر مركز تجاري ولوجستي. كيف يمكن أن استغل هذا التطور خليني أقول الصناعي استغلال أمثل في قمة العشرين لجذب الاستثمارات الخارجية؟ هو يمكن الطريقة المثالية لده هو عرض فرص الاستثمار، يعني أن مصر بتروح هذه التجمعات معاها خريطة الاستثمار المصرية معاها زي ما حضرتك بتقولي كده، أنا عملت برنامج إصلاح اقتصادي من ضمن برنامج الإصلاح ده أن في إنشاء تم إنشاء 17 مدينة صناعية أو مجمع صناعي، فعرض فرص الاستثمار في مثل هذه التجمعات هو اللي بيجذب المزيد من الاستثمارات، وخصوصا أنه فعلا في مشروعات يعني عالمية كتيرة موجودة في مصر النهاردة، في تطوير كبير حصل في البنية التحتية المصرية، في تطوير كبير حصل في شبكة الكهرباء المصرية، في تطوير في الموانئ المصرية من العين السخنة من بورسعيد، ففي تطوير كبير حصل في مصر، فعرض هذه التطورات اللي حصلت في الاقتصاد المصري أو في الدولة المصرية عرض فرص الاستثمار هو القادر على جذب هذه الاستثمارات.
اعتقد ان البنيه التحتيه من الحاجات المهمه جدا والاساسيه اللي دايما بيبحث عنها المستثمر في اي مكان، واحنا خلال الفتره الاخيره عندنا بنيه تحتيه في كافه القطاعات وفي كافه المجالات، بنيه تحتيه قويه تتحمل وجود كافه المشروعات وكبرى المشروعات. اي مستثمر من اي دوله عايز يفتح اي مشروع ايا كان ايه هو المشروع وايا كان ايه هو الاستثمار اللي عايز يكون موجود بيه في مصر، قادر ان هو يعمل كده في مصر بسبب وجود بنيه تحتيه قويه في كافه القطاعات. تمام، زي ما حضرتك بتقول كده البنيه التحتيه هو محرك اساسي للاستثمار. لو حضرتك كمستثمر هتيجي تفتح في مصر لكن العمال مش هيقدروا يوصلوا عشان ما فيش طرق مناسبه، عشان في زحمه في الطرق، هتقدر تفتح في مصر؟ ما فيش كهرباء تقدر تشغل بيها المكن. فالحقيقه وجود بنيه تحتيه قويه هي عامل اساسي وجاذب اساسي للاستثمار في مصر، وكان قعد لفتره طويله هو العائق امام الاستثمار في مصر لفتره طويله جدا. طيب هل من الممكن ان نرى عقد استثمارات خليني اقول مع دول قمه العشرين في عدد من المجالات مع مصر؟ يعني نامل ذلك، ان يطلع هذه تنتهي هذه اللقاءات بعقود استثمار حقيقيه. وده حصل زي ما قلت لحضرتك قبل كده في 2017 او 2018 لما مصر برضو حضرت اجتماع قمه العشرين او دول العشرين، كان نتيجه هذه التجمعات ونتيجه هذه اللقاءات هو عقود استثمار مع المانيا في العديد من المشروعات. فيعني نامل ان يتكرر هذا الموضوع في القمه الحاليه ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، حضرتك شرفتينا الدكتوره سمر الباجوري استاذ الاقتصاد بكليه الدراسات الافريقيه العليا بجامعه القاهره، واللي اعطتنا نظره سريعه كده عن عوائد هذه القمه وعوائد مشاركه مصر في هذه القمه على النواحي الاقتصاديه ليس فقط على مصر ولكن ايضا على الدول الافريقيه. شكرا لحضرتك. شكرا لك يا دكتور. شكرا.